السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يا حبايبي طلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي، النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض على الدرس الأول. احنا كنا شرحنا الدرس الأول في الفيديو اللي فات، والدرس ده كان بيتكلم على أنواع الرافع. النهاردة إن شاء الله هنحل اختبار. الاختبار ده فيه أسئلة مجمعة من امتحانات السابقة للمحافظات، نحله مع بعض ونشوف الإجابات بتكون إزاي فيه، بتكون الإجابات النموذجية إزاي. أول سؤال: اكتب المفهوم العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية. رقم 1: ساق متينة تتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز وتؤثر عليها قوة مقاومة. طبعا ده تعريف الرافعة. رقم 2: نوع من الروافع تقع فيها نقطة الارتكاز من القوة والمقاومة. طبعا عشان نحدد نوع الروافع زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لازم عينينا تيجي على نقطة اللي في النص او الموضع اللي بيقع في المنتصف. يا ترى ايه اللي وقع في المنتصف، نقطة الارتكاز ولا القوة والمقاومة؟ لو لقيناها نقطة الارتكاز تبقى رافعة من النوع الاول، لو لقيناها قوة يبقى رافعة من النوع الثالث، لو لقيناها مقاومة تبقى رافعة من النوع الثاني. طيب السؤال بتاعنا بيقول: نوع من الروافع تقع فيها نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة، يبقى ايه اللي بيقع في المنتصف؟ نقطة الارتكاز، تبقى رافعة من النوع الأول.